هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء ينطلق رابع أشواطنا لهذا اليوم وهو مخصصا للزمول المهجنات بعد ما شاهدنا وتابعنا الشوط الماضي الذي ذهب بانطلاقة الواعي المملوك لحمد بالضعيف بن حمد بن غدير الاكتبية حيث سجل 10 دقائق 39 ثانية. هكذا نسير مع الشوط رقم 4 في أشواطنا لهذا اليوم. نذهب إلى المقدمة ونتابع المركز الأول. ياتينا والم على مقدمة الشوط ناصر بن سالم بن قي العويسي الذي يقدم والم على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني نقلتنا إلى الزاوية اليمنى من الميدان تحذير عامر بن قانوش بن محمد العامري على المركز الثاني، بينما هناك في المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي على المركز الثالث، بينما هنا في المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات بوجود ووصول اسمر عبد الله بن حمد بن وقاش او راشد بن عبد الله بن وقاش العامري الذي يطلق لنا هذا الاسم في المركز الرابع، بينما هناك على المركز الخامس نتأخر قليلا خلنا بنتابع الأسماء الأخرى في الانطلاق والحضور كما نشاهد ونتابع الوصول من مرحب سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي مقدما لنا مرحب على المركز الخامس، بينما في المركز السادس يأتينا بانطلاقته رياض غادما في هذه اللحظات حمد بن سهيل بن حمد العامري. هكذا هي نتيجتنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء للست الاوائل بالانطلاق والنداء الاول كما تابعنا في هذه المنافسه مع هذا الشوط. عودتنا من جديد الى المقدمه لكي نتابع المركز الاول والصداره في هذه المنافسه، لذلك نتابع منافسة قوية تدور رحاها على أرضية هذا الميدان، ميدان القبيب أحد الميادين المهمة دائما وأحد الميادين الرئيسية في دولة الإمارات وفي الخليج العربي، دائما نشاهد فيه المنافسات والشعارات والأسماء وكذلك تواجد العزب بكثرة دائما في هذا الميدان. هنا نعود مجددا للصدارة ونتابع شعار بن قانوش الذي ينطلق بالمركز الأول مع تحذير عامر بن قانوش بن محمد العامري الذي يطلق لنا هذا الاسم بمتابعة أبو هادف
الرامس بن عامر الذي يتابع هذا الاسم دائما في منافساته القوية. نعود مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء الى الصداره لنتابع هذا الاسم على مقدمه الشوط والمركز الاول. ياتينا تحذير عامر بن قانوش بن محمد العامري، بينما هنا في المركز الثاني بالانطلاق شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي على المركز الثاني بانطلاقته، بينما في المركز الثالث القدوم بوجود والم ناصر بن سالم بن نقي العويسي متقدما الى المركز الثالث في هذه اللحظات، ولكن نتابع المنافسه الاولى بهذا الانطلاق. تحذير، يا تحذير، تحذير في المركز الاول عامر بن قانوس بن محمد العامري منطلقا مع مقدمة الشوط بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل، ولكن غير إلى الصدارة شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي يأتينا بهذا الشعار الذي يعلن حضوره مع المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، وصل العويسي، وصل، وصل العويسي بكل قوة مقدما والم ناصر بن سالم بن نقي، العويسي قادما مع والم في هذه اللحظات الجميلة وهذا الأداء، ولكن المقدمة الصدارة مع هذا الشعار الذي يعلن حضوره مع المركز الأول. عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي مع شاهين، شاهين في مقدمة الشوط، المحاولات من شعارك العويسي ناصر بن سالم بن نقي العويسي مقدما شعاره، وهناك الوصول القادم أسمر راشد بن عبد الله بن وقاش
العامري قادما بكل قوه، وصل وصل بن وقاش، راشد بن عبد الله بن وقاش العامري، ولكن الصداره المقدمه مع هذا الشعار مع شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي مع بدايه الانطلاق. المحاولات من شعار بن وقاش وكذلك شعار بن قانوش قادما في هذه اللحظات، والصدور الصدارة الصدارة بهذا الاسم عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي مع المركز الأول. المحاولات الأخيرة بن وقاش بن وقاش بن وقاش، هذه اللحظات الحاسمة، ولكن تهانينا لمالك شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح الاكتبي على الانتصار في الشوط الرابع. المركز الثاني يذهب إلى هناك أسمر راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري، الثالث هنا يذهب إلى تحذير عامر بن قانوش بن محمد العامري، المركز الرابع يذهب إلى انطلاقة ووجود والم ناصر بن سالم بن قي العويسي، المركز الخامس هذا هو رياض حمد بن سهير بن حمد العامري، سادسا عساف سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. التوقيت الزمني 10 دقائق 27 ثانية.